من جانب آخر، أعلن قائد فرقة الردع السريع اللواء ثامر الحسيني انتهاء العملية العسكرية الخاصة لتفتيش قضاء طوز شرقي محافظة صلاح الدين بمراحلها الثلاثة. وقال الحسيني أن قوات الردع السريع والجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير المنطقة الشرقية للقضاء، وأن ملف مسك الأرض يقع حاليا على عاتق 4 أفواج تابعة لفرقة الردع السريع لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين عودة النازحين بشكل كامل، مضيفا أن قضاء طوز أصبح مؤمنا بشكل كامل بعد أن أسفرت العملية العسكرية الأخيرة عن إنهاء المظاهر المسلحة في الشوارع وحصر السلاح بيد الدولة فقط.